هذا الانتصار هذه وهذا الشيء وهذه، وتنشكروا اللعابه بزاف على هذا المجهود اللي داروا وفرحونا بالثروه بوان، ونتمنوا من الله التوفيق في الماتشات اللي جايين، وان شاء الله تصفى الامور والفرقه وتسير كله يتقاد. وتنشكروا الجمهور بزاف، وخا رغم الشتاء الظروف الصعبه ديما حاضر ديما مساند، والحمد لله تنشكروا الجميع ومبروك علينا كاملين على الثروه بوان. واش نتمنوا له مسيره موفقه مع المنتخب، هذا واجب وطني. وتسيب بن سلطان حتى هو المهم رحنا عاد تنعرفوا مدرب من الخير ان شاء الله، حتى هو يزيد يعطي شي اضافه ان شاء الله للمغرب الفاسي. والحمد لله رب العالمين على الطروه فرحنا بها، المهم واخا تكرفسنا شويه وشتا شويه، المهم الحمد لله على كل شيء وحنا فرحانين بزاف ومبروك علينا كاملين. الله المباراه القادمه حتى هي كنتمنوا من اللاعبين يقدموا شي اداء جيد، ومازال تنسينوا الماتش المأجل ديال البركان حتى هو تكون فيه ان شاء الله شي طروه بوان، ونزيدوا شويه في الصبر الترتيب ويكون خير ان شاء الله. وهاد الفرقه هادي العريقه ويكون نبغيوها حتى حنا نشوفوها ان شاء الله في البوديوم، ونتمنى الله الخير. هادشي ما نقول. السلام عليكم. مباراه دازت زوينه بالنسبه للجمهور المغربي الفاسي، فرحونا بهاد الطروه هادي، انتصار جديد فرح للجمهور المغربي الفاسي في الحمد لله باذن الحمد لله في هذه اول مباراه في انتصار الميدان الحمد لله. ودابا راه الفريق زايد القدامي ان شاء الله باذن الله، وما يكون انتصار. الحمد لله كنا متصادرينه فهمتي، متصادرين هذا الانتقاء يمشي في حاله، والحمد لله الله يسخر في الفريق راه فهمتي. الحمد لله راه عنده الجمهور ديالو هو اللي واقف معاه بزاف فهمتي، لو كان ما كانش الجمهور راه هاد الفرقه راه تضيع والله حتى تضيع بالله. شوف اللاعبين الحمد لله ضحى ودار واحد المجهود كبير فهمتي على اجل الفريق فهمتي، راه ماشي على المال على الفلوس ولا شي حاجه، راه بزاف كيضحي من الفلوس باش كيعاون هذا الفريق هذا. والحمد لله راه ما عمر المغرب الفاسي طيح الدوزيام، ما سوديه ما سقى تجيب الحمد لله، مازال نلعبوا على القاب ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.